أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين والهدى المهديين وحجج الله على العالمين والذي الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله كان عندك عبارة تجري فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأحشاء من جاريها
ولقد وقفت على منازل عصمته. ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبلتي ورثت مصائب أمها فغدا تقابلها بصبر أخيها فغدت تقابلها بصبر أبيها يا تبكي فتنفجر القلوب كأنما تلقي حشاها جمره من فيها عجبا أنت تقودها واليوم آل أمية تبدي أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها خويا ركبة الذيل خويا ويتاماك طول الدرب تعول والله يقولوا شمسنا تطيح والذل والله لما شمسنا تطيح والذل إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إكمالا لحديث البارحة وقلنا سنمضي في سلسلة البحث حتى نصل إلى مقامات رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث عبارة عن إثبات مقامهم من خلال
استقراء الآيات الكريمة وتوجيه الآيات الكريمة بحسب ما أراد النبي، لأن النبي الأكرم هو المسؤول عن التشريع، والنبي الأكرم هو المسؤول عن البيان، وهو المسؤول عن التوضيح لهذه الرسالة. فليس لنا أن نتقول على لسان النبي، وليس للنبي نفسه أن يتقول خارج ما يريد الله. يعني النبي لسانه حاك عن الله، وعلى الأمة أن تتبع ما يقول النبي الأكرم، لا أن تتبع ما تريد هي. النبي الأكرم إذا قال افعلوا كذا، على الأمة أن تفعل كذا، وإذا قال امتنعوا عن ذلك فعلى الأمة أن تمتنع. لاحظوا، ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقاعدة قرآنية وأصل من أصول العقيدة هي اتباع قول النبي الأكرم. فإذا فسر النبي الأكرم وبين وأوضح وقال أن مصداق هذه الآية كذا وكذا، فعلينا أن نلتزم بما بينه النبي الأكرم. لاحظوا أخواني، أنا أطرحت مقدمة في مجالس كربلاء حول هذه الآية، ولكن لأن المقام لم يكتمل وكان الوقت فقط 5 ليالي بالنسبة إلى آية التطهير، لذلك أحتاج إلى توضيح أكثر في الآية ووقفات أكثر في هذه الآية، لأنه يبتني عليها الكثير من عقيدة المسلم. وإنما وقعنا في هذا الخلط والتضارب في عدم الرؤية الصحيحة لقراءة النص الديني، وإنما وقعنا في هذا التشتت نتيجة اعتمادنا على تأويل وتفسير النصوص بحسب مبتغياتنا، بحسب الفائدة التي تترتب علي. إذا قالت الآية أن معناي كذا، علي الالتزام بمعنى الآية، ولكن أحيانا ذلك المعنى يفقدني الكثير من المعطيات، ذلك المعنى يفقدني الكثير من الفوائد. ولأن الكثير من الناس حتى في زمن النبي إنما كانوا يبحثون عن الإسلام متى ما درت عليهم الفائدة، أما إذا كان الإسلام يعني التضحية بعد لا إسلام، بعد لا إسلام. لاحظوا أخوان، حتى نقف عند الآية وما يضيع الوقت. الآية فيها عدة محاور وفيها عدة وقفات، وهذه الآية الكريمة أنا تكلمت في إثبات النص، في إثبات السياق، وتبين أن السياق هو أمر لنا لا علينا. قلنا أن الكثير يتشبث في كون أن الآية جاءت في سياق ضمائر النسوة، وأن الآية وأن مصطلح أهل البيت أوسع بكثير من أصحاب الكساء. نحن نقول أن أهل البيت خاصة بمن؟ بأهل الكساء. غيرنا فسروها بأنها أوسع منين؟ ها؟ من أهل الكساء فقط. تأملوا يا إخواني، الآن الكثير يحاول ويقاتل ويستميت، دققوا جيدا، ويكتب ويدافع ويحاول تزوير الحقائق في سبيل توسيع المفهوم على مصاديق أكثر. فالكم وياي، نحن نقول أن الآية كانت بمقاس أصحاب الكساء، أن الآية نزلت لتحكي وتخبر، وتأملوا جيدا، أن الآية جاءت لتحكي وتخبر عن مجموعة خاصة. جاء غيرنا وحاولوا توسعة الموضوع وقالوا أنها لا تشمل رسول الله وعليا وفاطمة والحسن والحسين بالتحديد، وإنما تشمل أكثر من ذلك. صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. هنا أسأل هذا السؤال، لماذا هذه الاستماتة على توسيع الموضوع؟ جاوبون الآن. لاحظوا، هذه الاستماتة وهذا عبر التاريخ حاولوا مراراً
أن يقولوا أن الآية تشمل غير أصحاب الكساء. لماذا تريدونها تشمل غير أصحاب الكساء؟ دقق. لأنهم قالوا أجمع علماء المسلمين، أجمع المفسرون، أجمع الفقهاء على أنها منقبة وفضيلة، ليس يدنو إلى مثلها منقبة. وحتى قال بذلك الآلوسي، قال إنها دالة على أنها منقبة عظيمة عظيمة، وكلهم قالوا أنها منقبة كبيرة، لذلك حاولوا توسيع الموضوع من أصحاب الكساء علما إلى غيرهم. تأملوا هسه، تقول هذه شو تريد من أتأكد عليها أكثر من مرة؟ هذا الإصرار لأنهم عرفوا وعلموا جيدا أنها منقبة عظيمة، لأنهم عرفوا أن الإرادة في إذهاب الرجس هنا إرادة التكوين وليست إرادة التشريع. لما يجونك يناقشونك مرة ثانية في أن الإرادة هنا إنما يريد الله هي إرادة تكوينية أم تشريعية، لاحظوا لما حاولوا إدخال غير أهل البيت، غير أهل الكساء مع أهل الكساء، وأشاروا إلى أنها منقبة لأنهم عرفوا أنها بدلالة إنما والحصر أنها إرادة تكوينية أم تشريعية، ها؟ تكوينية. ولكن لما عرفوا أن التأريخ العلمي لو كانت هذه المنقبة شاملة لغير أصحاب الكساء لوجب أن يتصف غيرهم بما اتصف به رسول الله. من أي المواصفات؟ من كون أنهم معصومون عن الخطأ والزلل مطلقا، وهذا ما لم يثبت تاريخيا لغير أهل الكساء، حاولوا وعادوا مرة ثانية وقالوا أنها ولاية تشريعية. ما أدري تلاحظون التحايل العلمي والكيل مو مكيالين، بسبعين مكيال. يعني هذه الآية إن كانت وقفا على أهل البيت فهي شنو؟ تشريعية. هسه يجينا شنو البيان، شنو معنى التشريعية والتكوينية؟ لأنه إن قالوا بأنها ولاية وإرادة تكوينية ثبت عصمة أهل البيت، ثبتت عصمته. ولما لم يستطيعوا إدخال غير أهل الكساء مع أهل الكساء عادوا وقالوا أنها لا، ترى مو تكوينية تشريعية، مع العلم كلهم أقروا بمقدمات كونها شنو؟ تكوينية أم تشريعية؟ تكوينية. لاحظون. وأقول يا رسول الله هل هي هذه الأمانة العلمية؟ هذه هي الأمانة العلمية؟ لاحظوا، الأمانة العلمية أن يكون لك قواعد معينة وإن خالفتني بهذه القواعد ولكنك تلتزم بهذه القواعد، أنا ألزمك بما تلزم به نفسك. يعني بعض الأحاديث مثلا لا يؤخذ بها إلا على شرط ما يدعون، شرط، إن لم ترد هذه الأحاديث في الصحاح ما نقبل. أخواني المجلس عندنا، لاحظوا، إن لم ترد هذه الروايات في الصحاح لنأخذ به، ويلتزمون بكل ما ورد في الصحاح. ولما تأتي إلى حديث من أحاديث الصحاح يتكلم عن منقبة من مناقب أهل البيت، يبدأ الالتفات حول الحديث، والالتفاف محاولة إخراج الحديث عن مبتغاه. لاحظون الموضوع؟ يعني هل هناك أمانة علمية أنا أريد أن ألزمك بما تلتزم به أنت؟ خلوني أعود بعد إلى الآية، إنما يريد الله. إخواني إنما واحدة من أقوى أدوات الحصر، من أقوى أدوات الحصر والتوكيد والقصر. ماذا يعني؟ يعني أن القرآن استخدم هذه الأداة حتى يحصر بها أشياء. هسه وردت في القرآن بمعاني، وردت في القرآن بآيات، يا ريت الأخوة ينتبهون معي. لاحظوا القرآن ماذا يقول عن إنما. إنما التوبة على الله، إنما التوبة على الله متى؟
للذين يعملون السوء بجهالة. يعني أنتم أيها المذنبون، التوبة على الله متى؟ إذا عملتم الذنوب بمن؟ بجهالة. لكن إذا عملناها تحت الإصرار والمحادة لله والمواجهة لله، لاحظوا بدلالة إنما، بدلالة إنما، متى تكون التوبة؟ متى تكون التوبة؟ إذا كان الذنب بجهالة. واضح أخوة بالآية؟ لاحظوا أخواني، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني يتوقف خشية الله على الجهلاء أم على العلماء؟ على العلماء ومن العلماء. وإلا الجاهل يخشى الله؟ الجاهل يخشى الله؟ هذا مو قانون فقط في الله، في كل حياتنا. الطفل عندما لا يعرف النار، لا يعرف النار بأنها تحرقه، يخشاها؟ ها؟ خب لا يخشاها. الطفل الصغير الذي لا يعرف أنه إن دخل إلى الماء يغرق، يخشى الماء؟ لا. الطفل عندما لا يعرف أن هناك قانون اسمه قانون الجاذبية، إذا تخليه على السطح ممكن يلقي بنفسه أم لا؟ ممكن. لذلك الطفل يلقي بنفسه في الأخطار. من أين يلقي؟ لماذا يلقي بنفسه في الأخطار؟ لأنه يجهل، يجهل. لذلك يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتوقفت الخشية من الله على أي شيء؟ على العلم بالله. لاحظوا هذه أيضا إنما. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنما حرم ربي. هسا أقول رب العالمين حرم الفواحش الظاهرة لو الباطنة؟ ها شو تقولون؟ لا أنا أقول فقط الظاهرة. لا أنت تقول لي الظاهرة والباطنة. قبل لا تجاوبون انتبهوا للآية. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يعني أي الفواحش رب العالمين حرم؟ كلاهما. أقول لا واحدة منهما. أنت تقول لا بدلالة إنما حرم كلاهما. الظاهر محرم من الفواحش والباطن محرم. كيف توصلت إلى كلا الأمرين محرم؟ بدلالة أي شيء؟ بإنما. لاحظوا إنما لما تحصر وتقصر. لاحظوا إنما أنت منذر ولكل أمة هاد. فكان النبي هو المنذر. من أين استقصينا هذا المعنى؟ من خلال وجود الأداة. أي أداة؟ إنما. بعد إنما يتذكر أولو الألباب. لأنه إنما يتذكر أولو الألباب. لاحظوا التذكر يعني التفقه، يعني الذي يعرف ويعلم. توقف على العقل، اللي ما عنده عقل بعد يتذكر؟ وياي إخواني. إنما يتذكر أولو الألباب. بعد آيات كثيرة، أنا ليس على نحو الاستقراء التام، ولكن آيات لأن أريد أن أركز على إنما يريد الله. لاحظوا لما القرآن يقول إنما المؤمنون أخوة، ثبتت الأخوة للمؤمنين لولا؟ ثبوت الأخوة بين المؤمنين متوقفة بأي أداة؟ بإنما. إذن إنما هي أداة الحصر، تحصر الحكم، تقصره وتؤكده كما يأتي في اللغة العربية. لاحظوا الآية. إذن إنما يريد الله، إرادة الله حصرت وقصرت على إذهاب الرجس عمن؟ عن هؤلاء، عن أهل البيت. حصرت إرادة الله. إنما يريد الله. زين، إذا وجدت أداة القصر وأداة الحصر، وأداة الحصر يعني التخصيص، حكم خاص بمن؟ بإذهاب الرجس عن مجموعة مخصصة. من هم؟ القرآن سماهم بأهل البيت، وذكرت أنا في واحدة من المحاضرات
أن أهل البيت ليس البيت بيت الحجر، بيت البناء. لاحظ، ليس البيت هذا، لأن القرآن لما تكلم في السياق ماذا قال لزوجات النبي؟ وقرن في بيوتكن، بيوتكن. مع العلم إذا كان هذا البيت المقصود هو بيت الحجر، كل واحدة لها بيت، ولكن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا البيت الخاص اللي هو بيت النبوة، رحمة الله عليكم أهل البيت. مع من؟ في قضية إبراهيم أيضا سماه أهل البيت. أي بيت؟ بيت النبوة. إذن هذا بيت النبوة، من الذي يلحق به؟ مجموعة خاصة. إخواني لاحظ، إذن بدلالة إنما صارت الحصر على أن الله أذهب الرجس عنه. لاحظ، لو كانت هنا الإرادة إرادة التشريع، ماذا نعني بإرادة التشريع؟ إخوان، رب العالمين لما خلق الإنسان ماذا أراد من الإنسان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة شنو؟ أن تصدق مع الله، أن تتوجه إلى الله. يعني رب العالمين شرع لنا عن طريق الأفعال والأعمال أننا نصل إلى مرحلة من مراحل التطهير. كيف أصل إلى مرحلة من مراحل التطهير؟ أصل إليها كيف؟ عن طريق أفعالي، عن طريق صلاتي، عن طريق صيامي، عن طريق صدقي، عن طريق هذا. مرة نصل إلى التطهير عن طريق الأفعال، ومرة رب العالمين يثبت التطهير خاص على جماعة خاصة بإرادته، تعلقت إرادته بإذهاب الرجس عنهم، بإذهاب الرجس عنهم. جعل الله هذه المجموعة قد أذهب الله عنها الرجس. إخواني، هذه ما تسمى بإرادة التكوين. زين، إرادة التكوين، لماذا أذهب الله الرجس عنهم؟ لاحظوا إخواني الفارق بين الأمرين. خاف واحد يسألك يقول لك شنو الفرق، ليش وليش؟ مرة إرادة التشريع هي عبارة عن أوامر صادرة من الله. أقيموا الصلاة، فرض الله علينا الصلاة، ولا آتوا الزكاة، آتوا الزكاة، عبارة عن أوامر. ولكن مرة يكون إرادة التطهير مو أمر هنا، وإنما إخبار، الله جاي يخبرنا عن موضوع، هذا الإخبار متعلق بجماعة خاصة. من هؤلاء الجماعة؟ لمن يقف رسول الله أكثر من 9 أشهر، في رواية أكثر من 2 سنين، يقف على باب دار فاطمة، يطرق الباب ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لاحظ، ليش رب العالمين يذهب عنهم الرجس؟ يذهب عنهم الرجس حتى يفردهم، يريد أن يثبت عصمتهم. إخواني، لماذا نجد غيرنا حاول مرارا أن يقول أنها إرادة تشريعية؟ ليش إرادة تشريعية؟ نقول إذا كانت إرادة تشريعية فلماذا حصرها الله؟ خوب، التشريع رب العالمين يريد من كل العالم، كل العالم كلفهم الله تكليف واحد. إخواني، أنتم فرض الله عليكم الصلاة ولا والصيام والطاعات الأخرى، فرضت هذه الطاعات على رسول الله لو ما فرضت، فرضت على علي لو ما فرضت. لكن لماذا يخصص إذا كانت هنا الإرادة، هنا إرادة تشريعية، لماذا خصصت إنما يريد الله؟ خوب، إذا قلنا أنها إرادة تشريعية، الله يريد من عندنا أن نكون طاهرين لو ما يريد، فلماذا تخصص لأهل البيت خاصة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس؟ إذن علينا أن نعي ونفهم أن الموضوع موضوع إذهاب الرجس عن أهل البيت حتى تثبت عصمتهم. غيرنا حاول أن يقول أنها تشريعية حتى لا تثبت عصمتهم، حتى لمن يأتي بعد رسول الله تكون الأمور كلها متساوية، علي وغيره، الحسن والحسين وغيره. لاحظوا، لاحظوا مكيدة التشريع، لمن يكون التشريع بقوله
احنا نفسر القرآن. هسه ما اريد اذكر العبارة بما هي، هي العبارة التي قالوها حسبنا، يعني احنا نريد نفسر القرآن بكيفنا، احنا نريد نفسر الله يقول تكوينية، لا احنا نريد نقولها تشريعية. لماذا؟ حتى يتساوى علي بغيره، حتى بعد ما تثبت العصمة لعلي، ولكنهم نسوا أنهم سلبوا العصمة حتى من رسول الله، لأن رسول الله هو في آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظوا أخواني، لما نأتي إلى الإرادة كما ذكرنا، طبعا التكوين والتشريع لم ترد في أقوال أهل البيت، وإنما وردت إرادة الحتم وإرادة العزم. ما الفرق؟ إرادة الحتم أن الله إذا أراد شيئا يقع أم لا يقع؟ يقع، يقع تماما، يقع. اللي يسمونها أهل البيت إرادة الحتم، وهي الإرادة التكوينية، والتي هي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني تبنى الله تطهير أهل البيت. أما إرادة التشريع أو إرادة العزم، إنما تتوقف هذه الإرادة على الأعمال والأفعال التي يأتي بها الناس. نعم، رب العالمين يريد أن يطهرنا تشريعيا، كيف نتطهر تشريعيا؟ مرة قال هذا الماء فيه طهور، إذا أريد أطهر وين أروح؟ شو أستخدم؟ الماء. إذا أريد أن أطهر قلبي علي أن أخرج، ها، أخرج الأمراض من قلبي، أخرج الرياء، السمعة، أخرج من قلبي مثلا حب الدنيا، أخرج من قلبي الكبرياء والطغيان، هكذا أبدأ أطهر قلبي. مرة لا، رب العالمين هو الذي تبنى تطهير هؤلاء، هو الذي طهرهم، بالكم وياي؟ فكان تطهيرهم، الآية حاكية عن أن تطهير أهل البيت هو أعظم مقام التطهير، والذي يعد تطهيرا عن كل شيء، عن كل رجس. لاحظوا معنى الرجس، ما أدري الكلام شوي بصعوبة، جزاكم الله خير. لاحظوا مرة القرآن يقول في الرجس، أيضا على نحو الاستقراء الناقص وليس الكامل، لاحظوا القرآن يقول هناك معاني للرجس، منها مثلا، من معاني الرجس القرآن يسمي الكفر رجس، ويسمي الشرك بالله رجس، ويسمي الدم ولحم الخنزير وغيرها رجس. ورد أن الشك في أقوال أهل البيت بأنه رجس، وهكذا مجموعة من النجاسات مادية ومعنوية كلها تدخل تحت عنوان شنو؟ الرجس. إذن لما يقول القرآن الرجس، لا تتصورون أنها النجاسة المادية، لا تتصورون أنها النجاسة المعنوية، وإنما مجمل النجاسات كلها تدخل تحت أي عنوان؟ الرجس. أريدك تعرف أهل البيت شنو. لاحظ مثلا بعض الآيات، الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، رجس مرض القلب، الضغينة، الكره، بغض الناس، الحسد، وهكذا. الله سمى شنو؟ هذا رجس. بعد مثلا ما ورد، إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي آية أخرى، سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس. ورد في كلام الإمام الصادق أن الشك رجس، هذا في كلام الإمام الصادق. لاحظوا كلمة الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول لأحد أصحابه يسأله فيجيبه الإمام صلوات الله عليه،
في قضية الشك فيقول: الرجس هو الشك ولا شك في ديننا أبدا. ثم يقول إمام الصادق: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فيسأله السائل: قلت أنتم هم؟ يعني هاي الآيات اللي كانت في صدور الذين أوتوا العلم أنتم هم؟ فقال الإمام الصادق: فمن عسى أن يكون؟ من عسى أن يكون؟ الناس كانت تشك، مثلا شك بأهل البيت، تشك. ليش تشك بأهل البيت؟ إما شكهم بأهل البيت ناتج من الحسد، وإما من البغض، وإما من المنافع، وإنما وإما من الجهل، وإما وإما وإما. لاحظ، إذن ما قرأت لك أنا كل الآيات في الرجس، ولكن صار عندك كتصور أولي أن الرجس يشمل النجاسة المادية والمعنوية. الله يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. تأملوا وياي، خلي أسهلها بعد، كأن الله جاي يسولف لنا سالفة، جاي يريد يقول: أكو ناس أنا أذهبت عنهم الرجس تماما، المادي، النجاسة المادية والمعنوية، مطلق الخباثة. يقول: أنا أذهبته عنهم. من هؤلاء؟ لاحظوا، القرآن جاي يحكي حكاية، جاي يخبر لنا عن خبر. إنما يريد، يعني أنا أردت أن أطهر هؤلاء تطهيرا تاما. لاحظوا أحبتي، إذن فبدلالة وجود أداة القصر تبين أنهم مجموعة مخصصة، مجموعة خاصة، يعني مو مطلق الأمة، مو مجموعة أكبر من العدد الذي أراده الله، مجموعة خاصة طهرهم الله تطهيرا. صلوا على محمد وآل محمد. لاحظوا أخواني، كيف أذهب الله الرجس؟ نحن نقول، إحنا عموم ما نقوله، مر هذا الرجس موجود فيرفعه الله، مر الرجس ما موجود أصلا فيمنعه الله. صار معلوم أخواني؟ هسه إيدك مرة أنت، هاي إيدك لا تدفعها عن النجاسة، تدفع النجاسة عن يدك، ومرة تقع النجاسة على إيدك، مثلا وقوع دم، فشلون تطهرها؟ تغتسلها. مرة هذا يسمى رفع النجاسة، وقعت ثم رفعت. ومرة نقول دفعت النجاسة. أضرب لك مثال ثاني، مرة إنسان يتوقع وقوع المرض، يدفع المرض عن نفسه بمن؟ بالوقاية، يتقيه، زين. ومرة يقع المرض فيرفعه الإنسان عن نفسه بمن؟ بالعلاج. رفع المرض بالعلاج نقول رفع المرض، ودفع المرض بالوقاية نقول دفع المرض. كيف أذهب الله الرجس عنهم؟ برفعه، يعني كان موجود عليهم الرجس والله رفعه، لو أصلا ما وقع. نحن نقول مجمل علمائنا، رؤية أتباع أهل البيت، نقول بأن الرجس لم يقع، يعني إذهاب الرجس بدفعه عنهم. غيرنا، ها مو كل غيرنا، هم كثير من غيرنا يقولون ما نقول. بعض غيرنا ماذا يقولون؟ لا، يقولون وقع الرجس ثم رفعه الله. يعني شو يترتب عليه؟ شو يترتب؟ يترتب أن محمد كان معصوم لو ما معصوم؟ مو معصوم. محمد كان يذنب لو ما يذنب؟ كان يذنب. كل هذا ليش؟
سامعين ما أدري قبل كنا أطفال هالشكل يعني ما تليق هي بس ما راح أرد أوصلها يعني لون العاب لون خرب الملعب كيف لو تلعبون لو تدخلون أنا أجيبكم راح يتحول الإمام الحسين إلى عنصر يعيش خلاص يرتب أموره وما يتدخل بالسياسة بعد يوصلون يمل وما يصلون لكن شنو اللي يحرك الحسين ويقدم أبنائه ويقدم أولاده ويقدم أصحابه ويقدم نساء رسول الله سبايا غير حرقة قلبه على الدين انت بعد من يجيك واحد ويقول لك نعم انه كان الرجس عندهم والله رفع يثبت على ذلك يتعلق بذلك يستلزم من ذلك كون ان النبي ما معصوم ولك اذا النبي ما معصوم الشريعة كلها تنتهي تفكرت قبل لا تحكي لو ما فكرت هذول ايش ينطبق عليهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ثم تحولت المسؤولية إلى زينب تعالوا وياي نروح شوي للشام ويا زينب بعد عندنا هواي سوالف ويا زينب بس وحدة وحدة ليلة ليلة زينب هناك بالشام خويا معروف الأخت لو كان عندها أخوان زينب ليش ما عندك أخوان ليش ما عندك أخوان وين أخوانك وين أخوانك زينب تقول معروف الأخت لو كان عدها أخوان الغريب تنهان منو يصدق زينب طبت بديوان مجتوفة بحبل ويزيد يشتمها الله اي كلمة عتب عندي راعي الجود شفت موقف ويا ريتك كنت موجود ويل شفاف حسين قاموا يضربوا بعود بعود شفاف كان جد الهادي يلثمها طبعا هذا الحكي زينب من تحكي هذا الحكي الشاعر يقول وين كانت تباوع علمن هي تحكي ويا من تقول له خليني عاتب بعيد خليني وسولف لك بعد موقف مذيني يا عباس جا واحد سطر عيني في دول هالصيحة ها يا بي جواحيد سطر عيني وصارت عين زينب مثل عينهم بعد زينب لو خلصت تقول خويا ويا أسولف ضيم قلبي واحكي آلامه أخاف احكي يا خويا والكم الهامه شنو بعد زينب تقول
يا عباس واحد راد واحد قال اريد سكينة خدامه خدامه وسكن الوحي بقدسيته يخدمه. بعد زينب خويا يا خويا يا يا خويا ضعنا يا خويا بين قوم رجاس خويا حارقي حارقي شيبت للراس الراس خويا ماتت فوق راس حسين يا عباس. فدوة فدوة أريد أقرأ بيت بس تنطونا حقها بيت بيت. أنا ما أحب أقرأ هواي أبيات لا بيت لكن يزرف قلبك هذا البيت خلي بالك وياه. تقول صغيرونا مو ما لا تركض هاي منو هاي صغيرونا مو ما لا تركض والشوكة كل رجليها تركض ويلحقها الشمير كسر عصات عليها بويا كسر عصات عليها. بعد وين الروح ها شوي الروح ويا رقية رقية وتعرف الصار بكيت الشوف من كثر البواكي بويا وعد قلت لي اجيت وصدق ام جيت لجن بالطيف يا حلو المحاكي بويا ما نشدك محبسك وين يا حسين بويا بشرط لا تسأل انت على التراكي بعد اختم بيت الدعاء زينب هناك بالشام تجمع النسوان جمعتهم زينب شو تقولهن تقول زينب نادت النسوان وانشن بهيدا بهيدا ولا تعلن صوت والله وانشن بعبينا خد نسوي ستار ستار وانشن ونطارت شن يا بعد اهلي علي علي والله نطارت شن يا بعد اهلي علي ولزينب النوح لفقد شقيقها يا الله الله يشافي جميع المرضى اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء إلهي بالمضطر الذي تجيبه إذا دعاك. أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين وجه الله ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء؟ إلهي بالإمام المهدي اقضي حوائجنا يا الله. اللهم شافي وعافي كل مريض سيما المنظورين منهم بالخصوص من أوصونا بالدعاء لهم. اللهم ألبسهم ثوب العافية وتمام العافية يا رب العالمين. تقبل منا ومن الأخوة المؤسسين بأفضل وأحسن القبول. اللهم احفظ هذا البلد وسائر البلاد المسلمين. اللهم تقبل منا بقبولك يا الله موتانا موت المؤسسين، موتى خدمة الحسين. إلى الماضين من ذوي أهل هذه الحسينية اللي أنفاسهم الآن إن شاء الله معنا، إلى أرواحهم أرواح موتانا وشيعة أمير المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.